احنا مستمرين في استضافه الاحداث الدوليه الحقيقه مع تنسيقا مع الاتحادات الدوليه او الافريقيه. احنا لينا عوائد مباشره وعوائد غير مباشره. العوائد غير المباشره هو زياده عدد الليالي السياحيه، ده مش لينا احنا لكن للدوله، بيدخل سياحه للوفود اللي موجوده. كمان الاتحادات الدوليه بتدينا ادوات ومعدات لتطوير النشاط، ده كده كده كان ممكن الاتحاد يشتريه فاحنا يعني بتكون موجوده. كمان البث التلفزيوني او البث للترويج لمصر والجزء السياحي. كمان في غرف سياحيه وليالي سياحيه بتتباع، يعني الناس اللي بتيجي دي من خلال لجنه منظمه، الحقيقه بيكون في جزء بيغطي التكاليف اللي موجوده او الجزء المرتبط بالسبونسرز وهكذا. زائد ان هو لما بنستضيف احداث كبرى، لما نيجي نقول مصر عايزه كاس عالم، عايزه اولمبياد، عايزه، بيكون في واحده من التشيك ليست اللي موجوده هو عدد الايفنتات اللي موجوده والقدره السابقه على الاستضافه. الحقيقه النسخه المستحدثه دي احنا عملناها في الاتحاد الدولي علشان نساعد الدول الصغيره اللي هي محدوده الامكانيات، لان الملعب بيبقى اصغر، عدد اللعيبه بتبقى اصغر، قانونها اسهل. وقرر الاتحاد الدولي انه يعمل بطولات في اماكن مشهوره تسويقا لكاس العالم اللي هيقام لاول مره في الهوكي 5 في يناير 2024 في مسقط. البطوله دعايه رائعه لمصر بلد الامن والامان. هيشارك فيها طبعا وزاره الشباب وهم السبونسر بتاع البطوله، هيشارك فيها وزاره الداخليه، وزاره الدفاع، وزاره الاثار، وزاره الثقافه، يعني كل الوزارات ان شاء الله هتشتغل فيها عشان نبين وجه مصر المشرف للعالم كله. شرف لينا ان الاتحاد الدولي اختار فرنسا برج ايفل واختار مصر الاهرامات كنوع من اقامه بطوله دوليه بتشمل، بيحاولوا هم اللي بيتولوا دعوه الفرق وتكلفتها، بحيث ان هي بيحاولوا من القارات الاربعه زائد مصر من افريقيا بيمثلوا في البطوله ده هي. فهي بتبقى بطوله متشافه على مستوى العالم والاتحاد الدولي بيزحها على مستوى العالم، فدي بتعمل رواج جدا للعبه اولا الهوكي الفايف. زائد انا يعني بالنسبه لنا ان انا البطوله على في الهرم بتعمل نوع من الرواج لينا سياحيا واقتصاديا ودعائيا طبعا، فدي حاجه بالنسبه لنا طبعا حاجه ان احنا وفرنسا دولتين من ضمن دول العالم كلها اللي تقام عليها دورتين دول. طبعا هي بطوله مهمه جدا مستحدثه، دي تاني نسخه ليها الاتحاد الدولي تحت رعايه الاتحاد الدولي، لان وطبعا نامل ان شاء الله باذن الله النهارده احنا في توقيع العقد بتاع البطوله مع الاتحاد الدولي مع وزاره الشباب والرياضه والاتحاد المصري للهوكي. هي بطوله هوكي 5 او الهوكي الخماسي، النسخه الاولى منها اتلعبت في سويسرا لوزان عند مقر الاتحاد الدولي ومقر اللجنه الاولمبيه الدوليه. النسخه الثانيه ان شاء الله هنعملها هنا في مصر تحت سفح الهرم باذن الله، مكان برضو بالنسبة للناس يبقى مكان يفضل في الذاكرة على طول يعني. إن شاء الله هتكون إن شاء الله خمس فرق رجال وخمسة سيدات. وجهنا دعوة لعدد من الدول الآسيوية والأوروبية